واسرار تسلف اهم مثلا بوتات. ذهب ذهب حق العرس وما شنو وجواتي وانت بكرامه وما شنو يعني يعني توصل لدرجه ان كبت اسرار صار ببيت البنت هذيك زين. واول مشكله تصير ها ولا وزيد وزيد على الموضوع هذا لا لا يا ريت تحرقهم ازيد على الموضوع هذا فلوس تاخذ من اسرار ما بينهم ما بينهم شوف يعني ما في شيء يعني ما اسرار ما تقصر عليها بشيء يمكن يعني مو لان اسرار صيده او اسرار فيلم بس لان من طيبه قلبها ان هذه ان هذه ما شنو هذا فتقوم هي شو تسوي اسرار هني مثلا صار معاها تتش صغير هذه شو تسوي؟ تدق عليها تقول لها في انا مثلا مثلا شفتي القلم الكحل مالي الاسود ابي مال الهندي طبعا ايوه طبعا اسرار تضحك هذيك تقول شو تضحكين؟ لان لو تبي ترد عليها تقول لها ردي الكبت ردي الكبت كبت بت واللي انا ما اعطيته حق احد الا جاي الله زين يعني راح تبتلش وراح تسكر التليفون ويمكن تقعد تبكي بعدها بكم يوم يصير موضوع السلف واللي خذته واللي هذا هي اسرار اللي ماخذه واسرار اللي كانت تضطر واسرار اللي هذا وقلم فهموا علامة استفهام وهي العكس صحيح ان اسرار لبسه وهدومه هي اللي تعطي. اقول شغله انا في مشكله ان في خبث مرات في بعض الناس بعضهم بويهين حمود ما تعرف له يعني اول ايام والله يا نفسك انت يعني يعني انت بويهين فيك يعطيك العافيه يعني شوف فيك خبز مسمسم شوف فيك خبز مسمسم وفيك خبز العادي زين بس انا احس ان الخبز العادي حمود الكل يحتاجه يعني برمضان ما اقدر اكل الا خبز مسمسم صراحه اليوم خير وايد دمه خفيف حمود اليوم قطعتك نار شارب بيبسي وطاق لي مانجا فيعني اسكت انا مكس اليوم فمسوي شيء يعني انت زلزال قاعد يصير بطل اي زلزال مفرقعات زين مرات تبون افرقع عليكم اكمل ولا لا؟ كمل كمل انا قاعد قاعد اخر واحده انت توي وياه طابه انا غلطانه لا لا اقول لك شيء لا يكمل اسرار انا كنت زين المهم خليني اكمل حمود انا في بعض الناس حمود في خبث يعني ما بين يعني اول ايام يا حلوه وياك زين راسك مكسوس نصين اخر يا حمود اول ايام حلو وياك يعاملك يمدح فيك مع الايام اللي قاله رفيج نقول حبه يعني تفاهم وياه كقريب حق شخصيته وخر عنك يذمك ينكر جميلك كله كل شيء سويت له اياه حلو فهني قاعد نعاني منه انه ما يبين يعني مثل ما تقول لي اختار واحد صح في بعضهم ما يبين يا جماعه ما تقدر هي مو سلع الاصدقاء انا دائما اقول شيء هي مو سلع احنا نروح سوبر ماركت نختارهم ترى هي تجي بروحها صدفه فانا بس كنت حابه اقول شغله مثال انا ان هي قبل شوي قالت ان ممكن صديقه تسوي الشغله الفلانيه والفلانيه الصديقه هذه اللي قعدت معاها اللي انا قاعده معاها مثلا فتره ممكن انا اصيد هي شنو تصرفاتها مع صديقه ثانيه لانه يوصلني الحكي مثلا هي قالت لي انا تهاوشت مع الفلانه الفلانيه وانت سوري يمكن هذيك مقصره بحقها اوكي ما انا ما راح احكم من اول مره اسمع فيها الحكي بس الشخص دائما من الحكي اللي يطلع منه يطلع شخصي فانا اقدر ان انا اصيدها ان هي مسويه هالحركه مع فلانه الفلانيه او ان هي ردت فعلها من الهوشه الفلانيه والله شوفي شروق ممكن انا ذكاء ذكاء شوفي ذكاء الله اعطاك ذكاء وبالفطره يعني ان كل انسان عنده عقل وفكر فيه نسمع احنا نقول الله ما شفناه بس بالعقل عرفناه صح ولا لا؟ صح وعلى قولة مخرجتنا داخل تقول فكر واربح جاوب صح وهذه جوائز حلوه وان شاء الله تربح زين فشوفي يعني انت لما تقعدين مع الوحده تقدرين تعرفينها باقل من خمس ساعات قاعده واحده تعرفين شنو شخصيتها شنو طريقتها وشنو شوفي وشنو شنو شنو في ناس عندهم اسلوب تصنع الصواريخ اللي تقطهم فظيع اي فانت هذا التصنع وش اسمه صدقيني يعني انا والله اعرف ناس فيهم كذب ملوك بالكذب وفيهم شيء يحشون بناس عرفت يعني مثلا يعني ان الحش يعني شلون يقول يعبون الناس والعيب فيهم احش 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 زين هالحش هذا كله اللي طلع على الناس هذه ليش توه يطلع؟ ليش مثلا ليش ان انت زين ليش انت لما تبي يعني تحش بالناس تقول الكلام هذا توك الحين بعد ما انت اساسا كنت ماكل وشارب وياهم وهذا والحين تجي تطلع لي فيهم عيوب الدنيا اي لكن انت العيوب فيك اساسا فانا اعرف ان الشخص هذا في مرض فانا احاول
انا احاول اتلاشاه واحطه بسيركل دائره هو بينه وبين نفسه أوكي. بس انا اكون برا. انا شنو قلت؟ انا قلت من السوالف اللي هي او اللي هو يسولف عنها من ربعه اللي كانوا قبل. خلينا شغله حتى الاهل عمون دور مثلا لما لما ماشي واحد انا فيه. مثلا اهلي مرتاحيله متوخر عنه مع انه هو الوالد يعني يلا لهم نظره ما تخيب يعني بس لا مرات يخيبون الامل ويخيبون الظن والله العظيم يعني مرات لما امشي وياه صح وهذا ريال عن ألف ريال اوكي مثلا كالوالده او الوالدي ذمه واكمل وياه انا اخذتها يطلع هو صح يا الوالد صح يعني بس انا اشوف ان الاهل وايد عندهم نظره قويه بالاصدقاء يعني فانا انصح انه صدق لما الام او الابو سوري مو الابو يبقى البيت شوفي الابو يعني دائما شوفي الابو دائما تشوفينه دخلتها ونظرتها عابره وسبحان الله يعني دائما الاب شوفي الابو يعني اللي بعد يحكمون على اللب لا لا شوفي لا 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 شوفي الاب ما شاء الله عليه من كثر ما هو قوي عنده نظره يعني حاده وخارقه ومن تجاربه والاكسبيرينس اللي عنده يشوف البنت من اول نظره يعرف اذا البنت هذه لا 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 محمد لا صدقيني والله شوفي يعرف صدقيني يعرف سوري سوري اسمعني لحظه يبا ثم امك ثم امك ثم امك ثم اباك هذا انا قاعد اقول لك اسمع قاعد اقول لك ما انا منطق قاعد اقول لك ان نظره الابو عنده نظره قويه وثاقبه ويقدر يقول لك شنو بس ما يحب يجرح البنت او شو اسمه اسمع او يجرح ولده ويقول له هذا فيهده لكن الام من كثر ما هي تحب بنتها وتحب ولدها تقدر تكون هي قريبه تي حق بنتها تقول لها يما ترى هالبنت هذه ترى مو زينه البنت طبعا اهليه اسرار مثلا يعني تقول لها عندك الابو حق البنت يعني والام حق انت مو فاهمني لا سوري الابو نظرته قويه اقوى اقوى من الابو نظرته اقوى من الام سوري لا لا صدقيني لا 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 صدقيني الابو شو قاعد اقول لك انا ايش قاعد اقول لك الابو يمر مرور الكرام انت سمعوا كلامي الابو يمر مرور الكرام وما يتكلم ما يقعد وياكم بس يشوف البنت هذه يشوفها شوف هلا هلا بنيتنا هلا والله او يطلع بس هو شاف البنت شفتي 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 الاسكان والله شفتي الاسكان نفس ما قالت مخرجتنا شفتي الاسكان اللي بتيت انا شوفي نظرتها قويه ما راح يتكلم بس متى يتكلم يوم الام تكون انصحت البنت وقالت لها يما ترى هذه كذي هذه كذي ينطرون لين البنت تطيح بمشكله ومن سبت منه بسبت هذه البنت هي الابو قلنا هي الابو يقول حق الام انا قلت لك بس انا ما حبيت يعني اجرح بنيتي ولا ولدي بس تي الام هني شو تقول انا قلت والله حق البنت بس البنت هي تسمع يعني اسرار شنو يما يعني اجيبه ما اجيبه يعني تي مثلا يقول حق امك في حل في ناس ما تتعلم الا لما تجرب امي مو عاجبتها رفيجتي انا مقتنع ان رفيجتي زينه ترى مو شرط الامهات تكون بس يمكن رفيجتي تطلع مو زينه ما ادري امهات يمكن يفهمون غلط يحكمون من شيء ما يدرون في امهات يحبون البنيه اللي تسولف تاخذ بالجو تعطي بسرعه بلتعه في امهات عندهم هذه قليله ادب شلون هذه بسرعه تطيح الميانه وتسولف ايش فيها كذي بعاريه يقولون عرفتي ايش فيها كذي لسانها طويل في امهات لا يحبون البنيه اللي تاخذ وتعطي وتسولف فانت اي يحبون في امهات يحبون البنيه الاجتماعيه يحبون البنيه هاديه خجوله إيه؟ عندهم ان هذه اوكي متربيه صح وجهه نظر ما راح يخطبونها فانا شنو اسوي؟ انا اجيب امي البنية امي مو مقتنع برفيجتي اجيب امي اقعدها عندي واقول لها اسرار انزين كومنتات بالفيسبوك عندي الايباد لما تي امي ما عجبتها رفيجتي انا شنو اسوي؟ يما تعالي قاعدي مع رفيجتي حلو؟ اقعدها مره مرتين شو اسوي؟ وترى صدق سويتها انا سويتها ممكن تتغير النظره سويتها في واحده من رفيجاتي امي ما ارتاحت لها اوكي ما ارتاحت لها قعدت البنيه مره ومرتين وثلاث واربع وخمس وكانت لا مو ميمي انزين وكانت البنيه تعبانه فقلت حق امي ما انت وديها الطبيب عند الدكتوره اللي تعرفينه انت وديها عالجيها خليك تعرفها اكثر ودي خليتهم يطلعون مع بعض بروحهم عشان تعرفها عشان متعود الحين البنيه وين؟ البنيه كل ويكند عندنا بالبيت صارت رفيجتي ورفيجة اختي ورفيجة اختي الصغيره اذا انا واختي طالعين اطلع اختي الصغيره ليش صح. علمت امي البنيه لا تحكمي من وجهه شيء انت ما تشوفينه صح كلامك بس انا قولي فعندنا كومنتات بالفيسبوك عندنا ابتسام الشهري لبى قلبك السورة احبك وانا بعد احبك ابتسام شروق حومة سي تسبد ما ادري شنو يعني ما فهمت ابتسام يعني يمكن قصدها تقول الحوبة بس هي كاتبة حومة يمكن الحوبة تبطي ما تخطيها وهذا كذي اميرة الذوق تقول والله كلامك صدق يا حموت كل شيء الا اللي يتكلم فيني وفي اهلي هذه مصدقة هذه عدوة
بس هذه سوسه، هذه كومنتات في الفيسبوك موجوده عندنا، هذا اخر شيء. يعطيكم العافيه ما قصرتوا طبعا، يعطيكم العافيه كلكم شباب. بس انا بقول لك شغله، هي وجهه نظر سالفه الابو، انا اشوف ان الام اكثر. انا الام هي اللي تقعد مع البنات. انا سوري، شنو قاعد اقول لك؟ الابو قبل لا هذا وجهه نظر، انت وجهه نظرك عندك عاديه، انا كريال وراح اقولها يعني حق عيال 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 ان شاء الله اذا تزوجت، اني انا عندي نظره اعرف الوحده من كلمتين، من قالت السلام ومن قالت مع السلامه اعرفها هي من قالت سلام ولا من قالت هاي. من قالت سلام ومع السلامه اقولها. ترى صدق اذا قالت هاي يعني شويه مو مضبوطه. هاي عدمي، لا عدمي هاي عمي، ترى في بنات او ما تسلم. متى نطلع نروح البارتي؟ هني ممكن الابو يحكم. لا لا مو انت روح ما ادري وين. انا بعد انا اعطيتكم حل، قلنا باي مع السلامه وجود باي، واقول لكم اياها بكل اللغات. وسمع كلام اهلكم من ناحيه نظرتهم على الربع او الرفيجات، ترى وايد تكون نظرتهم صح. وان شاء الله يكون موضوعكم عجبنا، نشوفكم باكر ان شاء الله. مع السلامه.